صباح الخير واهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. لا اتفاق في الدوحه، ويبدو ان نتنياهو لا يريد الاقتراب منه حتى، بل يضع المزيد من الشروط ويعرقل اي محاوله للتقدم. فلا اتفاق بشان وقف لاطلاق النار او حول تبادل الاسرى او بخصوص الانسحاب من محور فيلادلفيا. يريد تصاعدا للنار في غزه وللدخان الاسود في الدوحه. يبحث عن الأزمات التي تبقيه مسيطرا على القرار الإسرائيلي، ويقف الأمريكي خلفه مناورا أو مزودا إياه الصواريخ والمقاتلات، وناشرا حول إسرائيل حاملات الطائرات والغواصات وكل منظومات الدفاع تحسبا لرد حزب الله وإيران. هو الرد الذي يقض مضاجع إسرائيل، وتعرف أنه آت ولا تعي متى. تعلم الآن أن لدى حزب الله أنفاقا ومدنا في الجبال وتحت الأرض تخزن صواريخ دقيقة تطال ما تريد في مدن الاحتلال. هي آخر رسائل الردع قبل عملية الرد. مشاهدينا، البداية دائما ستكون مع الميدان، حيث نذهب إلى مراسلنا في لبنان علي مرتضى الذي ينضم إلينا من جنوب لبنان. مرحبا بك زميلي علي، وأسألك عن آخر تطورات لديك. صباح الخير. يعني الهدوء الحذر يعم الجبهة منذ الصباح الباكر، إلا أن هذا الهدوء يعني يأتي بعد مجزرة إسرائيلية حدثت في قضاء النبطي تحديدا في وادي الكفور. الجيش الإسرائيلي قبل قليل تحدث بأنه ضرب منشأة تصنيع عسكرية ومخزن سلاح لحزب الله. قبل قليل أعلن صاحب مصنع ألمنيوم أن هذا المبنى الذي ضرب هو مصنع ألمنيوم. من حصيلة الشهداء التي ترتفع شيئا فشيئا، وزارة الصحة تحدثت عن 9 شهداء، معلوماتنا تؤكد بأنهم أصبح العدد 10 شهداء من التبعية السورية، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، وهناك أحد الجرحى حالته حرجة للغاية، من بين الشهداء أم وطفليها. وبالتالي هذا الهدف الذي ضرب من قبل العدو الإسرائيلي في الكفور هو هدف مدني بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وبالتالي بحسب المعادلات التي أرساها حزب الله، فعلى الأرجح أننا ننتظر اليوم يوما عاليا بمستوى النيران، لا سيما بأن الرد على استهداف المدنيين يأتي عادة باستهداف مستوطنات جديدة. آخر مستوطنة جديدة أدخلها حزب الله إلى جدول النيران هي مستوطنة شميرة، رد فيها على قصف المدنيين في بلدة مرجعيون على الأرجح. وبالتالي اليوم نعتقد بأننا سنكون أمام جبهة حامية بالتأكيد بعد هذه المجزرة بحق المدنيين بالأمس ليلا. وهذه الغارة لم تكن وحيدة، هي حدثت بعد منتصف الليل، ولكن قبلها كان هناك 6 غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة، منها كفركلا، عيترون، أطراف بنت جبيل لجهة مارون عيت الشعب، وأيضا مارون الراس وحنين. أما بالنسبة لعمليات المقاومة فقد وصل تعداد العمليات العسكرية التي نفذتها المقاومة 8 عمليات عسكرية، مضاف إليها الفيديو الذي كشف عن المنشأة العسكرية مدينة الصواريخ عماد 4 والذي كان له وقعه على العدو الإسرائيلي. بالنسبة للعمليات، إذن بلغ تعداد 7 عمليات عسكرية، استهدف مربط الزعورة بالأسلحة الصاروخية، استهدفت مباني يستخدمها جنود الاحتلال في مستعمرة المطلي بالأسلحة المناسبة، تم تنفيذ هجوم جوي بسرب من المسيرات التابعة لسلاح الجو في حزب الله، وضربت مقر كتائب المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة راوية في الجولان السوري المحتل. هذه أول مرة تضرب هذه الثكنة بالمناسبة. كذلك مباني في مستعمرة ناطوعة ضربت، موقع العاصي أيضا استهدف. كان هناك انتشارا لجنود الاحتلال بالقرب من موقع جل الدير، استهدف هؤلاء بصواريخ الفلق، وبالتالي هذا الاستهداف يعد استهدافا خطيرا، لا سيما من ناحية النيران التي استخدمت، حيث أن صاروخ فلق له تداعيات بالنار يساوي 7 صواريخ كاتيوشا، الصاروخ الواحد تقريبا يساوي 7 صواريخ كاتيوشا بالقدرة الانفجارية. كذلك ثكنت متات استهدف انتشار جنود فيها وأصيبوا إصابة مباشرة، بالإضافة إلى دشمة استهدفت جنود العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشي بالأسلحة الموجهة، وكنا قد رصدنا هذا الاستهداف بالأمس حيث حدث أمام أعيننا. كذلك طيران الحربية الإسرائيلي ليلا نفذ ما يشبه المناورة الجوية على علو منخفض، يعني بقيت الطائرات الحربية
الإسرائيلية تناور فوق جنوب لبنان، طبعا من دون خرق جدار الصوت ولكن على علو منخفض وبصوت واضح على الأرض تنفذ مناورة جوية. طبعا هدف الرئيسي هو زرع الرعب في نفوس الجنوبيين. بالمجمل هذه هي كل التطورات الميدانية. الآن العين على الميدان، إن كان من حيث الرد على المجزرة التي وقعت بحق المدنيين في النبطية، إن كان من حيث تداعيات الكشف عن قاعدة عماد 4 مدينة الصواريخ كما سماها الإعلام الإسرائيلي، والذي قال أنه أن حزب الله بالأمس كشف عن سلاح يوم القيامة بهذه التعابير، اهتم الإعلام الإسرائيلي بما كشف بالأمس، بالإضافة إلى أن العين أيضا مسلطة على الرد الذي يحضره حزب الله للعدو الإسرائيلي كما ذكرت في المقدمة. فيعتبر فيديو عماد 4 بعيدا عن التفاصيل العسكرية الدقيقة التي ظهرت والتي يتم الحديث بها لوقت طويل، يعتبر هذا الكشف عن هذه المنشأة أحدى أساليب حزب الله لردع العدو الإسرائيلي عن القيام بأي مغامرة بعد أن ينفذ حزب الله الرد. وبالتالي هدف هذا الفيديو هو ردع العدو عن الرد على الرد، وبالتالي ننتظر طبعا هذه التفاصيل. إذن كما ذكرت بالمجمل نحن ننتظر يوما حافلا للغاية، لا سيما مع المجزرة المروعة التي ارتكبت بالأمس في وادي الكفور قضاء النبطي. وأنت باق معنا زميلي علي مرتضى لإفادنا بكل التفاصيل. سنتحدث بالتفصيل وسنقرأ ونقف عند هذه المجزرة، عند فيديو المقاومة عماد 4 وترقب إسرائيل للرد الحتمي للمقاومة في لبنان وأيضا للجمهورية الإسلامية في إيران. ولكن حتى اللحظة أشكرك علي مرتضى مراسلنا، كنت معنا من جنوب لبنان. مشاهدينا أرحب بالدكتور وسام إسماعيل أكاديمي وخبير في الشؤون السياسية، اهلا ومرحبا بك دكتور. وايضا ارحب بك استاذ عصمت منصور باحث في مركز مدار للدراسات الاسرائيليه، انت معنا من رام الله، اهلا ومرحبا بكما. ابدا معك دكتور وسام اسماعيل، سنؤجل الحديث عن الجبهه في لبنان لنتحدث عن غزه. هناك مجازر مستمره حتى يومنا هذا اليوم، وفي ومنذ ساعه تقريبا تم شطب عائله بكاملها من على السجل في مجزره جديده. هناك ايضا يعني الالاف من الفلسطينيين مجبرين مجددا على رحلة نزوح جديدة بعد أوامر إسرائيلية وتحذيرات إسرائيلية بإخلاء المزيد من المناطق. ولكن برغم كل هذه المآسي وفعلا هذه المجازر لا تزال مستمرة، هناك إعلان لافت نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن إسرائيل أو عمليات الجيش الإسرائيلي انتهت في قطاع غزة بشكل عام. وقال المسؤولون في هذه المؤسسة الأمنية بأنهم أبلغوا القيادة السياسية أن الوقت حان لإبرام صفقة لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين. أي دلالات لهذا الإعلان اليوم؟ أنا كنت يعني مجرد الحديث عن المجازر يعني يعيدنا إلى التفكير في هذا فيما عبر عنه المستوى الأمني، ويفترض أن يعني نشرح هذا التصريح. أنا لا أعتقد أن هذا التصريح حقيقي. الآن في ظل مفاوضات يقال من الجانب الأمريكي أنها بناءة وأنها ستصل إلى نتيجة، يستمر الكيان الإسرائيلي في مجازره، وفي ظل استمراره في المجازر يعلن أن العملية العسكرية قد انتهت. إذن هناك نوع من التنسيق يعني حقيقة بين المستوى السياسي والمستوى الأمني أو المستوى الأمني لدى الكيان الإسرائيلي، لناحية يعني مد المستوى السياسي بما يلزم في موضوع التفاوض، بمعنى أنه نعم نحن نريد الذهاب إلى وقف إطلاق نار، وطبعا هذه مناورة. بالمقابل هناك استمرار في العملية العسكرية، وأنا هنا أريد أن أشير إلى نقطة. انتهى يعني بحسب هذا التعبير أو حسب هذا التصريح أن العملية العسكرية قد انتهت ولم يعد هناك ما يمكن تحقيقه. طب ماذا حققتم؟ يعني هذا السؤال يطرح نفسه الآن. هل استطعتم أن تقضوا على المقاومة؟ طبيعة الحال لا، هي الآن تفاوض، بل أكثر من ذلك هي الآن متشددة في تفاوضها. كل التفاؤل هو من الناحية الأمريكية الإسرائيلية يعني، ولكن من ناحية حركة المقاومة الإسلامية حماس ما زالت على موقفها وما زالت ترى أن الجو التفاوضي جو سلبي. هل استطعتم أن تحرروا الأسرى؟ كذلك الأمر لا، ما زال الحديث عن كيفية إطلاق سراح الأسرى وفق صفقة تبادل. إذن كل ما يحدث الآن هو في إطار المناورة الذي يستهدف بالدرجة الأولى العودة إلى موضوع أساسي كان التفاوض والإيحاء بجو تفاوضي هدفا له، هو محاولة ردع محور المقاومة عن القيام بضربة للكيان الإسرائيلي ردا على يعني تخطيه لخطوطه الحمراء في المرحلة السابقة، اغتيال القائد هنية واغتيال القائد السيد محسن. إذن كل هذا المسار يستهدف مناورة،
ليس أكثر. الكيان الإسرائيلي مستمر في حربه، هناك عدة دلالات، إن كان من خلال تصريح بايدن بدعمه للكيان ومحاولة ردع من يستهدف الكيان، إن كان من خلال حكومة نتنياهو وشخص نتنياهو المصر على أن هذه الحرب لن تنتهي إلا بتحقيق أهداف. وهنا يفترض أن نشير إلى ما قاله ترامب في الأيام الأخيرة، عليكم أن تنتهوا من هذه المعركة سريعا خلال 3 أشهر قبل أن يصل إلى الحكم. إذن الوحيدون الذين يتحدثون عن إمكانية أن يكون هناك وقف إطلاق نار هم الوسطاء الذين أظهرت هذه المرحلة أنهم ليسوا وسطاء، وإنما مجرد يعني أعضاء في فريق تفاوضي أمريكي يستهدف بالدرجة الأولى إعطاء ليس فقط دعم عسكري ولا دعم سياسي للكيان، إنما إعطائه المزيد من الوقت. وإلا أن نتحدث اليوم عن هذا الأمر، عن وقف العمليات العسكرية، ولكن أن نؤجل المفاوضات أسبوع وأن تحدث المفاوضات تحت وطأة مجازر، فإن هذا الأمر لا يوحي إلا بنقطة أساسية هي مماطلة نتنياهو وعدم يعني رغبته في الذهاب إلى حل وإدارته للواقع السياسي والأمني في الكيان الإسرائيلي بما يحقق هذه الأهداف. دكتور إسماعيل، ربما توصيف كل الوسطاء على أنهم ربما يعملون بحسب الأجندة الأمريكية والإسرائيلية قاسي بعد شيء. سنتحدث عن موضوع المفاوضات بعد قليل وبالتفصيل، ولكن اسمح لي أن أجدد الترحيب بكم أستاذ عصمت منصور. إذا مسؤولون إسرائيليون يقولون بأن القتال في غزة انتهى، على أي أساس برأيك؟ صباح الخير. صباح الخير لك أخت مايا ولضيفك الكريم والمتابعين. بالفعل يعني هذا تصريح لافت، وأعتقد أنه يعني الكلمة التي استخدمت هي استنفذ نفسه. يعني باللغة العبرية قالوا أنه القتال استنفذ نفسه، وهنا أعتقد أنه انتهى الشيء وأنه لم يعد هناك ما يمكن عمله، واستنفذ نفسه بمعنى أنه الآن القتال يمكن أن يتوقف أو أن ينتقل إلى مرحلة جديدة، وهذا ما أرجحه. واضح أن المستوى الأمني يريد أن ينتقل إلى المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة تعني عدوان بطريقة مركزة يستند إلى معلومات استخباراتية، انسحاب من معظم مناطق القطاع، ونقل الثقل إلى الجبهة الشمالية التي بدأت هي تحتل الآن يعني الأولوية بالنسبة لهم وتشكل التهديد الحقيقي. هذا الأمر فيه رسالة أيضا للمفاوضين ولل يعني الجولة التي يعني هو جزء من الجولة التي تدار، أنه يعني يمكن لك نتنياهو مستوى سياسي أن تتخذ قرارات الآن بالانسحاب من فيلادلفيا أو من نتسريم، وأن الجيش يستطيع أن يدير العمليات، خاصة أن نتنياهو ثبت قضية ولا أعتقد أن هذه ستمر بسهولة، أنه تعهد خطي أمريكي بعودة القتال. وعودة القتال تعني الاستمرار في الحرب على شعبنا في غزة. لذلك هذا الإعلان أنا أقلل من أهميته حقيقة على المستوى العملي وعلى الأرض وعلى معاناة الناس وعلى المجازر التي يتعرضون لها. كل يوم هناك مجازر، الجيش يمارس مجازره وعدوانه بشكل طبيعي، لم يتغير شيء. يعني الإعلان هو إعلان أكثر إعلاني، أكثر له علاقة بالانتقال لمرحلة ثالثة، أكثر داخلي وموجه للمفاوضات. لكن أريد أن أسألك عن هذه النقطة بالتحديد، عندما تقول بأن هذا الإعلان هو أكثر داخلي والرسائل منه هي موجهة إلى الداخل الإسرائيلي فيما يخص المفاوضات، وللدقة فقط ننقل ما جاء عن هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين، قولهم إن عمليات الجيش الإسرائيلي انتهت في قطاع غزة بشكل عام. ووفقا لما أوردته هذه الهيئة، هيئة البث الإسرائيلية، فإن قيادة الجيش أخبرت صناع القرار أن لواء رفح التابع لحركة حماس قد تم تفكيكه وأنه غير موجود تقريبا، وأنها أبلغت القيادة السياسية بأنه من الممكن الآن أو أن الوقت حان، هكذا قالوا، الوقت حان لإبرام صفقة لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين. وقالت هذه المصادر نفسها بأنه بإمكان إسرائيل دخول قطاع غزة مرة أخرى عندما تتوفر معلومات استخبارية جديدة. في كل جملة هناك فخ، وأريد منك ربما أن تفكك لي كل هذه الفخاخ. دعينا نبدأ من العنوان. الكلمة باللغة العبرية وللإفادة فقط والتفريق هي يعني أنه قالوا القتال لحماة متستائت، يعني استنفذت نفسها وصلت إلى نهايتها، وهي تعطي نفس المعنى ولكن ربما لم يعد لها جدوى الآن، لم يعد لها جدوى، وتدور في حلقة مفرغة بهذا المعنى، أنه لم يعد هناك أهداف تستدعي وجود الجيش بهذا الشكل وهذه القوة وهذا الأمر. أيضا هو يعني هذا يذكرني ويتطابق مع تقارير نشرها الإعلام الأمريكي عن أنه يعني
تم القضاء على معظم قوة حماس وإلى آخره، يعني وكأن هناك تقاطع. أصلا نفس المصادر هي التي تزود الإعلام الأمريكي، الاستخبارات والجيش الإسرائيلي هو الذي يزود الإعلام الأمريكي بهذه المعلومات، وبالتالي ليس غريبا أنه يحدث هذا التطابق. الحديث عن رفح وعن الانتهاء من يعني كتيبة رفح وإنجاز هذه المهمة، هم يعتبرون أنه كما قلت القتال بشكله الواسع وهذه الحجم من القوات والكتائب والألوية لم يعد له أي ضرورة الآن. يعني أنت تقاتل خلايا ومجموعات صغيرة، تكتيك المقاومة أصبح لا يتناسب مع هذا الحجم من القوات، بالعكس هي قد تتحول لأهداف المقاومة. ولذلك تكتيك المقاومة بأنه تنتقل القتال على شكل خلايا صغيرة ومنتشرة وغارات لا وليس كتائب منظمة، يستلزم منهم أيضا، هكذا يقول الجيش أو هكذا نقرأ، أن يتصرفوا أيضا هم بطريقة غارات وعمليات استخباراتية ووفق معلومات. أما بالنسبة للحديث للمستوى السياسي، هم يرون أن نتنياهو دائما يتذرع بأنه النصر المطلق والعمليات يجب أن تستمر إلى تحقيق انتصار حاسم وإلى آخره. بهذا البيان يقول أنه لا يوجد انتصار حاسم، يوجد صفقة تتوج، وأنا أتحدث من وجهة نظرهم، تتوج هذه النجاحات بين قوسين على الأرض، والصفقة يجب أن تكون مستندة إلى يعني مبدأ عودة الأسرى وتبادل يعني ووقف الحرب بشكل أو بآخر. لذلك يعني نحن أمام وضع بالفعل أصبح يعني حتى الجيش الإسرائيلي يشعر أنه يدور في حلقة مفرغة وغير مجدي، بل على العكس قد ينقلب بشكل عكسي وسلبي، أنه هذه القوات بهذا الثقل وهذا الحجم تتواجد في مناطق لا يوجد مبرر أمني أو عسكري لاستخدامها بهذه الطريقة، خاصة في ظل كما قلت تهديد في الشمال يعني يأخذ طابع وجودي وتدميري أكبر. الحرب في الشمال وربما نتحدث عنها وعن العماد أربعة وغيرها، هذا يقلق الإسرائيليين بشكل كبير. دكتور وسام إسماعيل، أعود إليك. إذن يبدو من الواضح بأن الجسم العسكري في إسرائيل يريد التفاوض، يريد إنهاء الحرب الآن، وهذا ما عبر عنه جالنت في الأيام القليلة الماضية بشكل صريح جدا. وهذا يدفعنا إلى أن نسأل عما حدث في جولة المفاوضات الأخيرة يومي الخميس والجمعة، كيف تابعت هذه الجولة؟ يعني اولا يعني سانطلق مما قالته حماس انها لن تشارك كما بنفس الطريقه التي شاركت فيها في المرات السابقه، وان على المفاوضين ان يدرسوا كيفيه تطبيق ما تمت الموافقه عليه سابقا يعني ب2 تموز وقبل ذلك. هذا اولا. ثانيا يعني الحديث عن ايجابيات، والملفت انه هذه المره الثانيه، يعني هناك مره منذ 3 أشهر اصدر فيها الوسطاء بيان حول المفاوضات، والبارحة كان هناك إيحاء بأن ما تبقى هو مجرد إشكالات صحيح. فنية صحيح. يعني هذا أمر ملفت في هذه اللحظة، خصوصا أنه الكيان الإسرائيلي ما زال متمسكا بشروطه، البقاء في فيلادلفيا، التحكم بآلية عودة النازحين إلى الشمال، التحكم في أو يعني أن يكون لهم دور كبير في الأسماء الأسرى ومن سيبقون في فلسطين ومن يعني سينفوا إلى الخارج، بالإضافة إلى أمور أخرى. بالمقابل حركة المقاومة الإسلامية حماس ما زالت متمسكة بشروط وقف دائم لإطلاق نار، العودة الحرة لكل اللاجئين أو النازحين، بالإضافة إلى صفقة التبادل. إذن أنا أعتقد أنه حقيقة الأمور ما زالت مكانها، ولكن كان هناك إيحاء بأن هناك إيجابية، والدليل أن هذه الإيحاءات ليست إلا مجرد إيحاءات إعلامية، أنه الآن يتم الحديث عن إيجابيات، يتم الحديث عن جو من التفاؤل، ولكن علينا أن ننتظر للأسبوع المقبل. إذن من حيث الشكل ما الذي تغير عن الجولات السابقة؟ لا شيء، باستثناء أن هؤلاء الوسطاء لم يعلنوا فشل التفاوض، ولكن بالحقيقة لا الإسرائيلي تنازل ولا حركة المقاومة الإسلامية هي في جو يعني يسمح لها بالتنازل أو تقبل به بالتنازل. لذلك أنا عندما قلت أن هؤلاء الوسطاء الآن يعملون ضمن فريق، المقصود أن الأمريكي في هذه المرحلة أراد تحقيق أهداف معينة ترتبط بكيفية ضبط واقع المنطقة وعدم تحول الصراع إلى جبهة واسعة، وبالتالي هو أوحى بهذا الجو من التفاؤل. ولكن في الحقيقة الآن اليوم ارتكبت مجزرة، صح.
الكيان الإسرائيلي ما زال يتصرف وفق نفس الإطار. وأنا أريد أن أضيف نقطة، أنه على الرغم من تصريح المستوى العسكري بأن العمليات انتهت، من الذي سيقرر في النهاية؟ نتنياهو. إذن العمليات العسكرية ستستمر، وهذه ليست المرة الأولى التي يوحي بها المستوى العسكري بأن الخيارات قد استنفذت. في السابق كان يدخل إلى كل مرة إلى كل منطقة أكثر من مرة، وبالتالي هو يعيد نفس السيناريو. والبارحة هو أرسل يعني رسائل إلى بعض المناطق في غزة بأن عليهم أن يخلوا، بالتالي هو يعيد نفس السيناريو وهو يدور في دائرة مفرغة. ما حصل البارحة من تصريح يعبر عن نوع من الهوة بين المستوى السياسي والمستوى الأمني، ولكن في الحقيقة الجو في غزة وجو التفاوض ما زال ضمن نفس الأطر والسياقات التي كانت قائمة سابقا. وكل ما حدث البارحة من إيحاءات بجو من التفاؤل هي لدى الجانب الأمريكي والوسطاء. ولكن حتى أقول أن هناك تفاؤل، يفترض أن أعود إلى ما صرحت به حركة المقاومة الإسلامية حماس. أكثر من قيادي في حركة المقاومة قال أن الأمور ما زالت كما هي، وأن النقاط العالقة ما زالت عالقة. إذن أين هو التفاؤل؟ التفاؤل هو فقط جو يراد من خلاله الإيحاء بأن الأمور ذاهبة إلى وقف إطلاق نار وإلى صفقة، وبأن يفترض وهنا أعود إلى تصريح بايدن البارحة، لن يقبل بأن يقوم أحد بتقويض فرص الوصول إلى وقف إطلاق نار. إذن الأمر لا يتعلق بوقف إطلاق نار في غزة، إنما يتعلق بمسارات أخرى تستهدف، إذا فينا نقول كما قلنا سابقا، حركة حزب الله، الرد على اغتيال قائده، والجمهورية الإسلامية. إذن كل ما يحدث كان أو كل ما حدث البارحة وما يحدث اليوم وما سيحدث الأسبوع المقبل يهدف إلى تأخير الرد، بغية الوصول إلى صيغة توقف هذا الرد وتضعه في خانة أنه ورقة مغلقة وتنتهي الأمور عند هذا. أما هذا التفاؤل الذي يصفه كثيرون اليوم في تحليلاتهم الصحفية على أنه تفاؤل كاذب، كان هناك كما ذكرت مواقف واضحة بالنسبة للمقاومة في فلسطين ولقادة حماس، حيث أكد العضو في المكتب السياسي لحركة حماس مشاهدينا في قطاع غزة غازي حمد للميادين أن إسرائيل أفشلت مفاوضات الدوحة، نافيا حدوث أي تقدم. وفي مقابلة مع الميادين كما ذكرنا، شدد حمد على بذل حركة حماس كل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وتبادل الأسرى. البعض يعطي انطباعات إيجابية وانطباعات واسعة بأن هناك تقدم وهناك إحراز. أنا أتكلم بأنه بشكل واضح إسرائيل أفشلت كل الجهود وجهود الوسطاء من أجل التوصل إلى اتفاق. هذا العنوان الكبير. أو لم يستطع الوسطاء انتزاع موقف واضح يتحدث على أنه لابد أن يكون هناك وقف إطلاق نار. إسرائيل تريد أن تبقي ثغرة من أجل إعادة الحرب وتكرارها في قطاع غزة. أنا أعتقد الجانب الإسرائيلي يعني يتعامل بنوع من العجرفة ونوع من العتو في هذا الموضوع، ولا يريد أن يسلم بوقائع حقيقية على الأرض، أنه لا يمكن أن يمر اتفاق بدون التسليم بوقف إطلاق النار الكامل والانسحاب الكامل وعودة النازحين وتبادل الأسرى. هذه القضية لا يمكن لأحد أن يتنازل عنها، لا حماس ولا الجهاد ولا الشعبية ولا كل فصائل المقاومة الفلسطينية يمكن أن تسمح بالمس بهذه الثوابت الأساسية التي لا يمكن التنازل عنها. حمد أشار إلى أنه لم يجري حسم أي من القضايا الخلافية في مفاوضات الدوحة، ونفى ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال عن استعداد إسرائيلي للانسحاب من محور فيلادلفيا. لم يجري حسم أي من القضايا الخلافية في مفاوضات الدوحة، نقطة وخلصت. إحنا موقفنا موقف ثابت وموقف قوي وموقف توافق عليه كل القوى السياسية الفلسطينية، وهو موقف عادل وصحيح. وأنا أعتقد الإخوة الوسطاء يدركوا جيداً أنه حماس قدمت موقف عقلاني وموقف صحيح وسليم 100%. وبالتالي كما قلت الآن إحنا نحتاج أن يكون هناك في ضغط دولي على دولة الاحتلال من أجل أن توقف المجازر والعدوان ومن أجل أن تلتزم ببنود الاتفاق. إحنا ما سنقوله في السطر الأخير، نحن لن ندخل الآن في مفاوضات عبثية ومتاهة مفاوضات، لأنه بالفعل ما يجري هي عملية مفاوضات من أجل مفاوضات وليس من أجل التوصل للاتفاق. أستاذ عصمت، أذهب إليكم مجددا. إذن المقاومة وبحسب ما قال القيادي في حماس غازي حمد للميادين لن تدخل في مفاوضات عبثية بعد الآن، كيف يمكن أن نقرأ أداء المقاومة على طاولة المفاوضات منذ بدء عملية الطوفان ومنذ التوصل إلى وقفة لإطلاق النار وكانت هي المرة الأولى والوحيدة حتى الآن حتى يومنا هذا؟ يعني إذا سمحت لي، هناك فعلا أكثر من فكرة وعنوان في هذا الموضوع. أود فعلا أنه
يعني نسلط الضوء عليها. أولا، من له مصلحة في إشاعة أجواء التفاؤل؟ بكل تأكيد الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو تفاؤل خادع ولا أساس له. ثانيا، لأنهم يريدون بصراحة أن يضيقوا، يعني يشيعوا أجواء وكأنه أي عدوان بصير في من قبل الاحتلال هذا مغطى، لأنه في مفاوضات وبدنا نتحمل، وأيضا أي رد ممكن ينتج من حزب الله والجمهورية الإسلامية وكأنه يخرب هذه الأجواء وهي غير قائمة أصلا. ولذلك من المستفيد هو نتنياهو والولايات المتحدة. ثانيا، بالفعل هذه خطوة للخلف وليس للأمام. يعني ما الذي أصلا دفع إلى وجود هذه القمة؟ هو الرد الإيراني ورد حزب الله. شعرت الولايات المتحدة وإسرائيل أن هذا الرد قد يغير كل المعادلة، وقد يفرض وقف إطلاق نار أو رزمة بمعنى وحل شامل تحت وقع هذا الرد، ويمكن أن ينتج عنه من تداعيات إقليمية وربما عالمية، يفرض وقف القتال في غزة بدون شروط أو على الأقل انسحاب إسرائيلي أو فرض صفقة على نتنياهو لا يريدها. ولذلك استبقوا هذا الرد، يعني المفاوضات قبل الرد وفي ظله شيء، وبعده بعد أن يكون قد أحدث هذا التغيير الكبير شيء آخر. ولذلك هم يريدون في اللحظة التي فيها موازين القوة بالقوسين السياسية والإعلامية لصالحهم، وأنه لازال بإمكانهم فرض هذا الاتفاق، حاولوا يفرضوه. ولذلك هذه القمة جاءت بالذات بسبب الرد الذي تتوعد به المقاومة اللبنانية وإيران. ثالثا، هذه خطوة، لماذا هي خطوة للخلف؟ يعني أنت هناك صيغة اتفاق تبناه العالم، رغم أن المقاومة تبنته على مضض وتبنته كي لا يقال أنها تعطل وأنها تقف في وجه كل العالم عندما يصوت على قرار من كل مجلس الأمن وتمرره، يعني روسيا القريبة والتي موقفها متوازن على مضض هي الأخرى كي لا يعني تضيع فرصة، وتتبنى المقاومة. يأتي نتنياهو يضيف شروط جديدة. الآن ما الداعي لأن تقدم الولايات المتحدة ورقة جديدة؟ يعني ما الداعي لهذا الاقتراح الجديد؟ هل كي تستوعب ملاحظات نتنياهو أولا، أم كي تترجم ما يقوله نتنياهو أن الضغط العسكري يجب أن يترجم على طاولة المفاوضات؟ وكيف يترجم على طاولة المفاوضات؟ من خلال هذه التعديلات التي تأخذ بالاعتبار مصالح إسرائيل وتضيق وتقلل من إنجازات شعبنا، ولا تحسم مسألة إنهاء العدوان ولا إنهاء وجود الاحتلال. يعني تنازلت المقاومة وأبدت مرونة في مسألة أنه في المرحلة الأولى نتغاضى عن مسألة التزام مسبق بإنهاء الحرب، على أن يكون هذا على رأس يعني النقاشات والمفاوضات في المرحلة الثانية. ولكن أن تتنازل أيضا عن يعني ماذا يعني أن يفتش الناس الذين يعودون إلى الشمال وأن يكون ضمن عمر معين؟ يعني إبقاء تقطيع القطاع، إبقاء الفصل في القطاع، وإبقاء محور نتسارين. لذلك أنا أتفق مع قالوا يعني الأخ حمد أنه لا يوجد تقدم، بل على العكس هو عودة إلى الوراء ومحاولة كسب وقت وإعطاء نتنياهو فرصة أن يترجم نجاحاته العسكرية على شكل إملاءات على الفلسطينيين. أنا أريد أيضا أن أتطرق إلى آلية المفاوضات نفسها. الجملة التي ذكرت أخت راما والتي اقتبسناها عن الأستاذ يعني غازي حمد، إنه هذه المفاوضات أصبحت عبثية. إطلاق هذه الصفة على المفاوضات له دلالة، بمعنى هذه الآلية أثبتت فشلها. يعني ما الداعي أن يكون ثلاث وسطاء؟ بصراحة لنسأل أنفسنا، ما الداعي أنه نتنياهو يقدم اقتراح ينقله لبايدن، بايدن ينقل الوسطاء طبعا يعدل عليه ويعود الوسطى تعرضه على حماس، عندما تتحفظ عليه أو توافق عليه يعود إلى نتنياهو يعدل؟ هذه دويخة أنا بطلق عليها. يعني عمليا فعلا تضليل وتضيع الوقت. يجب أن تكون مفاوضات أساسها واضح، هدفها واضح، وألياتها أيضا مباشرة. الوسطاء فقدوا الكثير من تأثيرهم. وجملة أخيرة، اختيار حماس للسنوار، أعتقد أنه لم يعد يتناسب هذا الاختيار وهو صحيح، وعاد الثقل إلى الداخل، وعاد الثقل إلى يعني المكان الذي هو يعني محور الحدث والمقاومة. بتقديري أضعف الآلية الحالية وجعلها غير مناسبة، ويجب البحث عن آلية جديدة، آلية مفاوضات تكون أكثر مباشرة وأكثر يعني لنقل كشف الكثير من الخلل الموجود في هذه الآلية فيما يخص المفاوضات. دائما نتحدث عن هذا الموضوع، كنا نتحدث قبل قليل عن هذا التفاؤل الكذاب الذي يتم ربما نشره من قبل الإعلام الأمريكي، وحتى في كلام بايدن الرئيس الأمريكي هو قال بأن فرقنا ستواصل التنسيق في الأيام المقبلة، ولهذا بلينكين سيصل إلى إسرائيل يوم غد. دكتور وسام، برأيك هل واشنطن تستطيع تقديم
القديم ما هو جديد أم نحن أمام إعادة تدوير لنفس الخطاب ولنفس الخطوات؟ لا شك أن هناك هو في 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 موضوع العلاقة بين بنيامين نتنياهو وإدارة بايدن بالتحديد، ويفترض أن لا نقول أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على إدارة نتنياهو، وإنما بايدن لظروف عدة تتعلق بأن إدارته باتت يعني في أيامها الأخيرة، وأنه ضعيف، وأن الحزب الديمقراطي لم يبدي يعني نوع من يعني لم يكن موجود في الكونغرس يوم ذهب نتنياهو كما يجب إلى الكونغرس الأمريكي. وبالتالي أنا لست مقتنعا بأن نتنياهو سيهدي بايدن وإدارة بايدن في هذه الفترة وقفا لإطلاق النار وفق صفقة تظهر بايدن على أنه حقق شيء. هذا أولا. ثانيا يعني نعم الآن بلينكن عندما يأتي إلى الكيان الإسرائيلي ويقال أنه من أجل الصفقة وما إلى ذلك، هناك عدة معطيات ينطلق منها الأمريكي وهي مختلفة عن التوصيف الإسرائيلي للواقع. يعني الأمريكي لا يريد في هذه المرحلة الدخول في حرب شاملة في المنطقة، ويريد تجنيب الكيان الإسرائيلي الرد الإيراني ورد حزب الله، وبالتالي بالإضافة إلى ما تحدث عنه المستوى العسكري في الكيان، وهذا ما يوافق عليه الأمريكي بأن كل العمل العسكري قد استنفذ في غزة، لذلك هو يريد الذهاب إلى أسلوب آخر في إدارة المعركة. هو ليس موافقا على أن تبقى حماس قوية بمعنى الولايات المتحدة، ولكن لم يعد يجد في الخيار الإسرائيلي بالتعاطي مع حماس فعالية، وبالتالي يريد أن يغير من هذه في هذه الآليات. لذلك أنا يعني أستطيع أن أقول أن واشنطن في هذه المرحلة تضغط ليس باتجاه وقف إطلاق نار، ولكن باتجاه محاولة لإدارة الصراع في هذه المرحلة، نظرا لأن تداعيات الصراع باتت مختلفة عن ما كان قائم سابقا. يعني إذا الآن حصل الرد الإيراني أو إذا حصل رد حزب الله وتطورت الأمور، هل الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للذهاب في حرب هجومية كما يريد نتنياهو، أم أنها ستدافع فقط؟ هي بالأساس موضوع الدفاع لم تضمنه أو لم تضمن فعالية به، ولذلك تريد أن تصل إلى مرحلة توقف الأمور في هذه المرحلة وتوحي بأن هناك انتصارا حصل، وهي كل ما تسعى إليه في هذه المرحلة أو أقصى ما تسعى إليه في هذه المرحلة محاولة إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل طوفان الأقصى لناحية الواقع الاستراتيجي وموازين الردع. هي توحي بأن حماس ضعفت، وهي توحي بأن حماس انتهت، وهي توحي بأنه من الضروري وقف إطلاق نار، وتوحي بأنها قادرة على ردع الحلفاء، ولكن بالأساس كل ما تسعى إليه هو محاولة العودة إلى واقع سابق، لأن الواقع الآن يعني إذا حصل وقف إطلاق نار في هذه اللحظة فإن الكيان الإسرائيلي قد انهزم. والآن عندما نتحدث عن صفقة بايدن أو طرح بايدن ونتحدث عن أن النقاش يدور حولها كما يقول الأمريكي، فلنسلم جدلا بذلك، هذا الأمر يعني أن الكيان الإسرائيلي تنازل عن أهدافه في هذه المعركة، وبالتالي هو انهزم، وهذا الأمر ليس واقعيا. لذلك يمكن أن نقول أن كل السلوك الأمريكي في هذه المرحلة إنما يستهدف الحد من الخسائر، ويستهدف عدم الانغماس أكثر في هذه المعركة، وعدم الغرق أكثر في مستنقع الشرق الأوسط، خصوصا وأن الواقع الاستراتيجي العالمي الآن لا يوحي بأن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على المبادرة خصوصا في هذه المنطقة، وإنما يوحي بأن هناك أطراف آخرين أكثر قدرة على المناورة، أكثر قدرة على التحرك في ظل عجز أمريكي، وفي ظل إذا فينا نقول هذا الانكفاء الأمريكي الذي يحدث. طيب إذا أردنا أن نفهم أكثر في سلوك ونوايا أمريكا وإسرائيل معكم أستاذ عصمت، كان لافتا ما قاله أو نقله موقع قناة مكان، هو تحدث عن رسالة من نتنياهو لبنكفير وسموتريتش، وهو يدعو فيها بين مزدوجين إلى عدم تفكيك الحكومة خلال عطلة الكنيست، بل انتظار استئناف الحرب بعد 42 يوما من أو في نهاية المرحلة الأولى من الصفقة، وعندها ليتخذا قرارهما. أي هذا كشف وبطريقة علنية لنوايا نتنياهو، هو يريد مرحلة أولى يتم خلالها إطلاق سراح الأسرى بيد المقاومة، ومن ثم يستأنف الحرب لإرضاء المتطرفين ولإرضاء الشارع الإسرائيلي. لا أريد أن أتحدث المتطرفين على أنهم أقلية في إسرائيل، هم أكثرية في إسرائيل. تفضل أستاذ عصمت. صحيح صحيح، يعني تصنيفنا هو اليوم متطرف وأكثر تطرف وأكثر تطرف. لم يعد معتدلين في إسرائيل، لا في الحكومة ولا في الكنيست ولا في الرأي العام، حتى يعني ربما أحيانا تخرج قضية مثل قضية مثلا اغتصاب الأسير في سدية تيمان ويظهر مستوى الحقد، حتى لدى إعلاميين كانوا يعني يفترض أنهم
محسوبين على الوسط ومن النخب الإشكنازية التي تراعي القانون الدولي وصورة إسرائيل في العالم، أظهروا مدى يعني تماهيهم مع هذا السلوك. بالنسبة لبن غفير ونتنياهو، أولا نتنياهو فعلا هو مسألة الحسابات والتوقيت مهمة جدا. يعني مثلا هذا التصعيد في الشمال هو مرتبط بواحد تسعة اللي هو موعد عودة المدارس، يريد نتنياهو أن ينتهي من هذا الأمر قبل 1/9 لأن هناك عودة مدارس، وعلى أمل أن يعيد المستوطنين إلى الشمال وأن يحلها باتفاق أو بصيغة معينة وإلى آخره. كذلك الصفقة، هو يعلم أنه في نهاية شهر 10 يفترض أن تعود الكنيسة، وقد يسقطها فعلا وينسحب منها بنغفير وسموتريش، ليس لأن الصفقة غير جيدة، لأنهم لا يريدون صفقة، هؤلاء يريدون أن تبقى الحرب مستمرة، وفي ظل هذه الحرب يعيدون الاستيطان ويعيدون السيطرة ويدفعون أكثر نحو الإفقار ونحو التجويع وبالتالي الإفراغ والترحيل والتهجير. نتنياهو متأكد أنه أولا لن تكون صفقة، هو واثق من ذلك، هو يعلم أن المقاومة لن تقبل بأي شكل من الأشكال بالصيغة التي تطرحها، ولكن على افتراض أنها وقعت ستقع يعني وستحدث بالمرحلة الأولى، وهو لا يخفي ذلك. يعني هو لا يخفي، في مقابلته مع القناة 14 تحدث بوضوح تلميحاته، وأصبح الجيش حتى يتماهى معه. يعني أنا استمعت لتصريح لافت لرئيس الأركان، قال نستطيع أن نخرج ونعود لفيلادلفيا متى أردنا. صحيح. قال أن الجيش قادر على استئناف القتال بعد المرحلة الأولى، بمعنى سيستطيع أن مثلا تحدثوا أنه لن تستطيع المقاومة إعادة بناء وتنظيم قواتها خلال 42 يوم. يعني كلهم يتحدثون عن مرحلة أولى، وهذا أنا أعتقد تعيين مقاومة وتعرف تماما نوايا إسرائيل، ولذلك تتمسك بجزئيات وقضايا تعتبر مفتاحية، دونها لن يكون هناك اتفاق. بالنسبة لبن غفير وسموتريش، أنا بتقديري لن يستطيع ولن يجرؤ على الخروج من الحكومة حتى لو حدثت صفقة وعارضها، سيصوتان ضد الصفقة، سيكون لهم نتنياهو أنا لدي يعني لم أنهي الحرب، لم أقدم أي تنازلات، لم أتنازل عن مطلب القضاء على حماس، يعني بمعنى أبقيت على أهداف الحرب كما هي ومتمسك بها وسأعود لاستئنافها. نحن بحاجة لإعادة المدنيين لتخفيف الضغط، لكسب مزيد من الوقت لتنظيم وإعطاء يعني نفس لجنودنا أيضا. وهناك محللين قالوا بالأمس لو أن هذا الاتفاق جاء قبل دخول رفح ربما كان سيكون أصعب على نتنياهو تمريره لدى المتطرفين، ولكن بعد رفح وبعد إعلان الجيش أنه انتهى من العمليات هناك أصبح يعني المسوغ أمام بن غفير وسموتريش قليل. إضافة إلى ذلك هم لن يعودوا في أي يوم من الأيام إلى مواقع القوة التي يجلسون فيها الآن، هذه الوزارات وهذه الصلاحيات وهذا الدور الأمني والاقتصادي والسياسي والاستيطاني الذي يمارسونه في ظل حكومة من هذا النوع، ولذلك لن يفرطوا بذلك بسهولة. يبقى القرار هو قرار نتنياهو، وأنا أفترض أن نتنياهو بإصراره على هذه الصيغة وهذه الشروط هو يغلق الباب على الصفقة، وهذا حتما سيدفع إلى البحث عن يعني طرق أخرى للتفاوض أو للضغط على إسرائيل. بالحديث عن القرار يبقى بيد نتنياهو بالمناسبة، وإن صدر أي قرار عن نتنياهو أو عن اجتماع للكابينت هذا يصدر من تحت الأرض، لأن هذا الكابينت يجتمع تحت الأرض خوفا من أو ترقبا من الرد الإيراني وأيضا رد حزب الله. وفي هذا الإطار، في رسالة عماد 4 تقدم المقاومة الإسلامية في لبنان ورقة قوة للمفاوض الفلسطيني وتقول للعدو نحن أصحاب الأرض وما تحتها، هذا تقرير لغراسيا بيطار. بعد الهدهدين وقبل التسوية الموعودة حل العماد، توقيت فيه الكثير من الثبات والصدقية في قسم العهد والوعد للمقاومة الإسلامية في لبنان، رسالة في اتجاهات عديدة، وإن كان العنوان واحداً نحن مع غزة، مع لبنان، مع نصرة الحق على الظالم، نحن هنا وسنبقى، المبادرة في يدنا وسنمنع العدو من وضع قواعد الاشتباك على حسب رؤيته ومصلحته، نحن هنا فوق الأرض وتحتها، نحن أصحاب الأرض وما تحتها، وكل مراهنة من جانب العدو على ضربة استباقية للبنان ستكون فاشلة. هي رسالة ردع بالدرجة الأولى، هي نوع من الرد الذي ينتظره الاحتلال بقلق وهذيان. في فيلم عماد 4 تقول المقاومة للعدو
نملك القوة والقدرة والجاهزية والاستعداد للحرب إن قرر العدو الذهاب بعيداً في التصعيد والعدوان. هي إنذار للاحتلال إن جرب الدخول في الحرب فسيدخل في المجهول. ليس الاحتلال المعني الوحيد بالرسائل. الوسطاء العرب تقدم لهم المقاومة ورقة قوة على طاولة المفاوضات، وللمفاوض الفلسطيني تحديداً تمنح ورقة القوة والمعنويات والحماية والدفاع. فهل سيستفيدون منها؟ وماذا عن المقاومة العربية ككل التي يأتيها عماد أربعة بجرعة دعم وإسناد مفادها إن لديها دائماً كامل القدرة على الرد القاسي والمدمر؟ وهنا نقطة غاية في الأهمية، الحرب في كفة والرد في كفة أخرى، وإن تأخر الرد لاعتبارات ميدانية وسياسية فهو آت حتماً، ولا تنتهي الرسائل عند اللاعب الأمريكي الذي ينبهه عماد أربعة من الاستمرار في الدعم الأعمى لإسرائيل. وأما توقيع العماد فجاء بوعد بالمزيد من الحلقات والسلسلة مستمرة ما دام العدوان مستمر، وبيننا الأيام والليالي والميدان. غراسيا بيتار، الميادين. دكتور وسام، أسألك عن أبرز ما لفتكم في الفيديو مما تضمنه، ربما تضمنته عفوا المشاهد. عنوان الفيديو: ما كشف وما بقي خفيا، وهذا ما يقلق الإسرائيلي اليوم. دكتور وسام، هناك منصة إعلامية إسرائيلية تساءلت: منشأة عماد أربعة، أين المنشآت 1 2 3 5 6 7 وهلم جر؟ يعني أولا هي رسالة استراتيجية ردعية، يعني وهي مكملة كما ظهر في التقرير لهدهد 1 وهدهد 2، بمعنى أنه نحن قادرون على تحديد الأهداف وعلى قصف الأهداف، هذا أولا. والنقطة الثانية الإشارة إلى رقم 4، يعني سؤال طبيعي 1 2 3. وهناك نقطة أساسية أخرى، أن الذي أشرف عليها الحاج عماد مغني، يعني إذا هذا الأمر قد تم، وهذا المشروع قد تم تنفيذه قبل عام 2008. إذا منذ عام 2008 حتى عام 2024 ما الذي حصل وماذا يعرف الكيان الإسرائيلي عن هذا الأمر؟ هذا في مكان ما يعني يفترض الحديث عنه. ثانيا، هناك تأكيد على كلام سماحة السيد بأنه ما تملكه المقاومة أكبر وأعظم مما يعرفه العدو، وهو بمجال بمكان ما يعني قادر على إيذاء الكيان الإسرائيلي، ولا يمكن للكيان الإسرائيلي ولا لأي أحد أن يتوقعه. نقطة أخرى، أن هذه المشاهد أثبتت أنه هناك الأمر لم يعد مجرد يعني عمل عفوي تحت الأرض، إنما هناك هندسة وهناك تنظيم وهناك قدرة. إضافة إلى ذلك، معروف أن حزب الله لا يعلن عن شيء إلا بعد أن يكون قد يعني عمل على تحقيق ما هو متقدم عنه بأشواط. وبالتالي الآن حتى من صور هذه الصواريخ، أنا لا أعتقد أن هذه الصواريخ هي جوهرة ما يملكه حزب الله، هذه صواريخ عادية. يفترض بالكيان الإسرائيلي أن يعلم أن هذه الصواريخ هي صواريخ عادية، وهو يعلم ذلك. صحيح. بالإضافة إلى ذلك الكميات، نحن الآن لا نتحدث عن ما تحدث عنه الإسرائيلي على سبيل المثال بأعداد الصواريخ وقدرتها. لذلك يمكن أن نقول أن الهدف من هذا الأمر هو ردعي، هو تحضير لرد حزب الله على اغتيال قائده، ورسالة ردعية تستهدف القول أنه إذا لم تبتلعوا الرد فإن هناك ما ينتظركم وأنتم لا تتوقعون ما هو. ثانيا، هو بمثابة رسالة دعم لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنه صراحة وحقيقة يجب أن تتأكدوا أننا لم نستخدم في هذه المعركة أكثر من 5% من قدراتنا، وأننا لسنا في وارد يعني التراجع. يعني معروف أنه هناك مسار طويل، وآخرها زيارة هوكشتاين البارحة وما قبل البارحة، وكان هناك يعني رسائل مشفرة وخرج منها الكثير إلى الإعلام أنه يفترض أن تتراجعوا، يفترض أن تلتزموا وما إلى ذلك. كل هذه الأمور بالإضافة إلى ما حصل في الدوحة والإيحاء بأننا بتنا قريبين من صفقة يعني وقف لإطلاق النار، كلها تستهدف حرب نفسية على حركة المقاومة الإسلامية حماس بغية أن تتنازل. ولذلك جاءت هذه الرسالة في توقيت لتقول للعدو إياك، ولتقول للمقاومة اذهبوا إلى الأخير ومارسوا ما تريدون من شروط ومن ضغط، إن كان في الميدان وإن كان في المفاوضات، ولا تخافوا من الأيام المقبلة، لأنه مما يظهر أننا ما زلنا من خلال هذه الرسالة التي يعني أعلن عنها الإعلام الحربي اليوم، أننا ما زلنا في المراحل الأولى من المعركة مع الكيان الإسرائيلي.
إذن بالحديث أيضا معكم أستاذ عصمت منصور، وفي إطار فهم ربما الرسائل التي أرادت المقاومة الإسلامية في لبنان إيصالها للصديق وللعدو، ونحن أمام تكتيك ربما تحدث عنه دكتور إسماعيل ولو كان ذلك بإيجاز، من الهدهد إلى عماد 4، وكأن المقاومة تقول نحن نعرف ما لديكم، وهذه لمحة صغيرة عما لدينا نحن هنا في لبنان. من هنا أسألك عن الرسائل فيما يخص الشكل، فيما يخص التوقيت. هي بالفعل كلها قضايا مرتبطة. أنا أتفق مع ما قاله الأستاذ إسماعيل الدكتور، ولا أريد أن أكرره، وتماما أتفق مع كل ما قيل. هذه رسالة رد الرد، بمعنى نحن سنرد، هذا قطعي، وقبل أن تفكروا بالرد على ردنا خذوا بالاعتبار ماذا لدينا، وهذا موجه للمستويات الأمنية والسياسية وأيضا للرأي العام الإسرائيلي. في تاريخ إسرائيل لم تعترف بجهة استطاعت أن تؤثر على رأيها العام أكثر من الإعلام المقاومة وحزب الله تحديدا. هم يقولون أنه فعلا هو يقرأ تماما ما مخاوفنا وغريزتنا وهواجسنا، ويعرف كيف يجيرها ويستغلها ويوصل رسائل بدقة ليست مبالغات، ولديه مصداقية عالية جدا لدى العدو ولدى الاحتلال، ولا يستخفون بكل ما يقولوا. لذلك يعني عندما يخرج فيديو بهذه الاحترافية، وأنا يعني حتى يعني الاحترافية والتفاصيل، أن يكون صوت السيد حسن نصر الله هو الذي يرافق الفيديو، هذا يعطيه مصداقية أكثر، إنه هذا ليس كلام يعني إعلام ولا شغل دعاية، هذا السيد، وهذه رسائل مباشرة أيضا يعني يعطي رهبة أيضا للموضوع. وأيضا إسرائيل تعلم أنه هي ليست جاهلة بما لدى حزب الله، صحيح، ولكن دائما هناك ما يمكن كشفه، ودائما أحيانا هناك فرصة لإظهار هذا الذي تعرفون، وأنتم في الدوائر المغلقة والاستخباراتية نريد لرأيكم العام أيضا أن يعرفوا كيف عندما تكرروا رد أن يكون هو أيضا قد علم بما ينتظره ويتحسب له. لذلك لا، هذا رسالة قوية جدا، وتوقيتها يعني في يوم القمة وفي ذروة الحديث عن يعني ضغوطات تمارس، هذه قمة ضغوطات. يعني أنت عندما تشيع أجواء التفاؤل وتعقد قمة وتقول أن كل شيء تمام بس حماس لسه ما وافق، وكأنك يعني بتلك اللوم، هذا جاء إسناد. واتفق مرة أخرى، لا أريد أن أعيد ما قاله الدكتور إسماعيل، أتفق مع كل ما قيل، وهي رسائل واضحة وقرأها الإسرائيلي جيدا. وأنا أعتقد أنه هذه حالة الترقب، يعني أحد الصحفيات الكبار في إسرائيل وهي زوجة سياسي مهم كده عن سعر، قالت عطلة الصيف قضيناها ننتظر رد حزب الله. يعني إحنا ما تهنينا بعطلة الصيف ولقدرنا نطلع، أثر على كل حياتهم، على اقتصادهم، على أمنهم وشعورهم بالأمن الشخصي، وتأتي هذه الرسائل لتعزز هذا الرد ويقين أنه سيأتي. لفتني ما قلته فيما يخص بأن في إسرائيل يتعاطون مع أي رسالة من حزب الله، على أن حزب الله يدرك تماما كيف يفكرون، يدرك تماما ما الذي يشعرهم بالقلق بالخوف وإلى ما هنالك. أذهب بهذا المعطى إليك دكتور وسام إسماعيل في ختام هذه الساعة من التغطية، قبل أن نعرض الفيديو الكامل الذي كشفت عنه المقاومة في لبنان. عندما يكون حزب الله بالنسبة للإسرائيل هو يعلم تماما، بالإضافة عن كل هذه المواقع التي كشفت عنها هدهد، يعني الهداهد المقاومة، هو يعلم كيف نفكر، هو يعلم ما الذي يقلقنا، هو يعلم ما الذي سنقوم به ربما في الخطوات المقبلة. لدينا أيضا في فلسطين وفي غزة يحيى السنوار الذي يتقن العبرية، الذي يقال عنه في الأعلام الإسرائيلي أنه ليس فقط يعلم كل شيء عن إسرائيل، بل هو يعلم كيف نشعر، ما الذي نشعر به. هذا الإدراك الشامل للعدو، كيف يفكر، ماذا لديه، ماذا يخطط، من يسنده، وإلى ما هنالك، أي ورقة قوة بيد المقاومة. يعني هذا هو المستوى الذي يمكن أن نقول أن العمل المقاوم ارتقى إليه منذ سنوات. يعني الأمر لا يمكن أن يقارن بما كان قائم سابقا عندما كانت المقاومات عفوية وعبارة عن بندقية وما إلى ذلك. أكثر من ذلك، أن الإسرائيلي منذ نشأته كان يوازي بين الحرب والحرب النفسية، بين أدوات القتال والحرب النفسية،
وهذا الأمر يعني لم يكن مقروء تماما من قبل الأنظمة العربية التي حاربت الكيان، ولكن مع المقاومة إن كان في لبنان أو في فلسطين المحتلة تغير هذا الواقع، وبتنا نشهد يعني مستوى موازي من الحرب النفسية لما تملكه المقاومة. إضافة إلى ذلك موضوع الصدقية، عندما يتحدث السنوار أو عندما يتحدث سماحة السيد حسن نصر الله فإن هذا الحديث يقرأ في الإعلام الإسرائيلي ولدى المجتمع الإسرائيلي على أنه حديث صادق ولا يعبر أبدا عن مناورة، وهذا يستند إلى تجربة، ولذلك يعني تجربة العمل المقاوم في لبنان أو في غزة. ولذلك يمكن أن نقول أن كل ما يحدث في هذه المرحلة يشكل يعني بالنسبة للإسرائيلي عقدة أنه لم يعد قادرا على أن يبادر، لم يعد قادرا على أن يدير. والآن إذا نظرنا إلى واقع الكيان الإسرائيلي، المشكلة الأساسية التي يعاني منها نتنياهو في هذه المرحلة أنه يريد أن يسترجع قدرته على المبادرة. المشكلة أنه إذا توقف طوفان الأقصى اليوم فإنه لا يضمن ذلك، ولذلك هو يريد أن يفهم إن كان المقاومة في لبنان أو في فلسطين المحتلة بأنه هو القادر على المبادرة. ولذلك يمكن أن نقول أن كل هذا الواقع يعبر عن إشكالية ترتبط بقرار إزالة هذا الكيان، وإزالة هذا الكيان يفترض أن يعمل عليها ليس فقط في الميدان وتحدث عن ذلك سماحة السيد، ولكن في النفوس وفي العقول، وهذا ما تعمل عليه المقاومة، وهذا ما يثبت المجتمع الإسرائيلي أنه ناجحا لأنه يتعاطى مع ما يصدر عن المقاومة في لبنان وفي فلسطين المحتلة على أنه واقع. نعم. حزب الله الذي يقرر، حماسية التي تقرر، وهنا تكمن الإشكالية في هذه المرحلة. شكرا لك دكتور وسام إسماعيل أكاديمي وخبير في الشؤون السياسية، أشكرك على قراءة كامل المشهد. الشكر أيضا موصول لكم أستاذ عصمت منصور باحث في مركز مدار للدراسات الإسرائيلية، كنت معنا من رام الله. إذن كما ذكرنا مشاهدينا الكرام نختم هذه الساعة من التغطية مع فيديو عماد أربعة كاملا كما كشفت عنه المقاومة هنا في لبنان، وإلى اللقاء. المقاومة اليوم في لبنان بما تمتلك من سلاح ومن عتاد ومن إمكانات ومن عديد ومن كادر ومن قدرة ومن خبرات ومن تجارب وأيضا من إيمان ومن عزم ومن شجاعة ومن إرادة هي أقوى من أي زمان مضى منذ انطلاقتها في هذه المنطقة. عنا إياها وإحداثيتها موجودة عنا، وهي الصواريخ محطوطة ومنصوبة وفي سرية ممتازة جدا.
فباتت المقاومة تملك من الصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة ومن الإمكانيات التسليحية ما إذا فرضت إسرائيل على لبنان حربا ستواجه إسرائيل مصيرا وواقعا لم تتوقعه في يوم من الأيام. المعركة معنا شعاعها على طول فلسطين المحتلة، من الحدود اللبنانية إلى الحدود الأردنية إلى البحر الأحمر، من كريات شمونة إلى إيلات.